بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أشرف مصر، اليوم دائما في إطار مناقشة جرائم الاغتصاب غادي نتابعوا الرحلة ديالنا من خلال هذه الحلقة اللي غادي نتعرفوا فيها على الاستجابة الأولى في التحقيق، وكذلك غادي نطرقوا المسؤوليات المهنية للمحقق الجنائي والمسؤوليات الأساسية اللي عليه وواجبات التحقيق وعدد من الأمور الأخرى إن شاء الله تعالى. بلا ما نطولش عليك أخي أختي متتبعي قناة أجين في مواصح، غادي نذكر أي واحد كيشوف أول مرة هذا الفيديو باش يسجل نفسه في القناة ويشارك الفيديو مع الناس ديالو باش الفائدة تعم الجميع بحول الله وقوته. فالأمل إن شاء الله تعالى غادي يكون في الله من قبل ومن بعد، ثم فيك أنت وأنت أعزائنا متتبعي قناة أجين في مواصح. نعم، الأمل اللي معلق عليكم من بعد الله سبحانه وتعالى هو أنكم غادي تعملوا على نشر ومشاركة هذا الفيديو أو غيره من الفيديوهات اللي في القناة ديالكم باش الإفادة تعم الجميع إن شاء الله تعالى. وبلا ما نطولوش عليكم أعزائنا متتبعي قناة أجين في مواصح، يلا أجين في مواصح. الغرض من هذه الحلقة إن شاء الله هو مساعدة المحققين باش يكونوا على استعداد تام للحظة اللي غادي يتم إشعارهم أول مرة بأن جريمة جنسية وقعت وأنهم مطلوبين يقوموا بالمهمة ديالهم في هذا الصدد. فالعمق والكفاءة ديال أي خطوة أو أي إجراء غادي يتم القيام بهم من بعد غادي تحددهم لنا المعرفة والقدرات والمهارات والثقة والقرارات اللي كيقوموا بها المحققين خلال الاستجابة الأولية. وبدون مبالغة نقدر نقول بأن جهود التحقيقات اللي كيتم القيام بها خلال الاستجابة الأولية وكذلك الإخفاقات اللي تقدر تعرض لها غادي يكون عندها بكل تأكيد تأثير كبير ومهم على ما إذا كانت الجريمة معروفة وعلى ما إذا كان المشتبه به الحقيقي تم التحديد دياله في نهاية المطاف واعتقاله وتقديمه للعدلة. لهذا كيتعين على المحققين يكونوا مستعدين بشكل كامل وتكون عندهم خطة عمل مدروسة، فما مقبولش تكون المعرفة أو المهارات أو الاستعدادات ناقصة عندهم. من خلال هذه الحلقة غادي نحددوا المسؤوليات المهنية للمحقق في الجرائم الجنسية، ثم نقدموا إرشادات بخصوص أشنو اللي خاص يكون ساري المفعول قبل ما نقدموا استجابة فعالة في المكان. المسؤوليات المهنية: في أغلب الأحيان كنلاحظوا اضطراب أو تشويش بخصوص تنظيم المسؤوليات الفعلية عند المحققين الجنائيين في الوقت اللي كيكون الأمر كيتعلق بالتحقيقات الجنائية. الجرائم الجنسية تقدر تتعرض بشكل خاص للفوضى بسبب ثلاثة الأمور اللي كتؤدي للخمول وإعاقة التحقيق، واللي هي في أغلب الأحيان كيكونوا بعض المحققين ما مرتاحينش في التعامل مع ضحايا الجرائم الجنسية بسبب الطبيعة الحميمية للجريمة أو بسبب القضايا الشخصية ديالهم واللي مازال ما تمش الحل ديالها. كيتم تدريب بعض المحققين بطريقة غير لائقة من خلال إقناعهم بأن أي اتصال مع الضحية يقدر يؤدي لتغييرات في الأقوال ديالهم، لهذا كنلقاو البعض منهم كيقلل من الاتصال بهم، الشيء اللي كيخلي الضحايا ما كتعطيش كل الأقوال الضرورية اللي يمكن يحصل عليها المحقق، وهذا بالتالي كيقلل من احتمالية اعتقال وتقديم الجاني للعدالة. كيتم تدريب بعض المحققين بطريقة غير لائقة، وهذا من خلال إقناعهم بأن الدليل المادي يقدر يكون العدو ديالهم لأنه يقدر يتعارض أو يتناقض مع أقوال الضحية، لهذا كنلقاو البعض منهم خلال التحقيقات ديالهم كيتعمدوا عدم جمع بعض الأدلة أو كيختاروا الدليل اللي كيبان لهم بأنه هو اللي غادي يورط الجاني أو الجنان. هذه الظروف كلها تقدر تؤدي لثقافة تجنب التحقيق في الاعتداء الجنسي، وهذا النوع من المحققين كيحرموا نفوسهم بشكل متعمد من حصولهم على خبرة اللي من المفروض أنها غادي تتراكم عندهم واللي كيتوجب أيضا نجمعها باش نوضعوا بناء عليها مناهج تدريبية للمحققين اللي يالله غادي نبداو في المجال المهني ونحسنوا من ظروف الوظائف ديالهم. كما أن المحققين اللي كيتفادوا التحقيق في الاعتداء الجنسي ما كينجحوش في الوفاء بالالتزامات المهنية اللي عليهم واللي كتمثل في رعاية التحقيق الجنائي، وهذا بسبب عدم الاهتمام بهذا المجال. هذه الفكرة ما بعيداش عن الواقع ديالنا، على سبيل المثال عدد من الضحايا اللي كيصرحوا بأن القضايا ديالهم ما لقاتش الاهتمام اللي كتستحق من عند بعض المحققين.
لهذا كيكون مهم أيضا باش الضباط أو المحققين العاديين يخضعوا لتدريبات موسمية، لأنهم كيكونوا من أوائل الأشخاص اللي كترت بهم ضحية الاعتداء الجنسي الاتصال في العادة، وهذا هو اللي كيخلي بعض الضحايا يصرحوا بأنهم ما تلقاوش أي مساعدة من طرف الشرطة، أو أنهم في الوقت اللي اتجهوا فيه للشرطة تطلب منهم باش يتوجهوا لمصالح أخرى، إضافة لعدد من التصريحات المتنوعة واللي كتصب كلها في عدم الاهتمام والعناية بالضحية الجنسية. كما أننا كيتعين علينا نتطرق لنقطة أخرى اللي ربما كتبان مهمة، وهي أنه في الوقت اللي كيتبعوا المحققين السير ديالهم كتكون الطريق اللي هما ماشيين فوقها عبارة على واحد الخط اللي هو رقيق بزاف، واللي كيفرق ما بين الحساسية تجاه هذا النوع من الضحايا ومحاولة الحصول على الحقيقة. لهذا كيتعين عليهم ينتبهوا ويبعدوا عن الفكر ديالهم الحكم على مصداقية الضحية بناء على السوابق الجنائية ديالها، أو يخليوا الضحية تحس كأنها غير مرغوب في التعامل معها. زيادة على هذا أيضا، فأي تعامل من طرف الشرطة إذا ما كانش احترافي مع ضحية الجريمة الجنسية، فبكل تأكيد القضية ديالها ما غاديش يتم تحقيق أي نجاح فيها، وبهكا ما غاديش نكونوا قادرين باش نحققوا العدالة. واجب الانتباه والرعاية. التحقيق في الاعتداءات الجنسية اللي كيتم التبليغ عليها كتبقى من اختصاصات الشرطة أو الدرك حسب الاختصاص المكاني، وأي شخص آخر ما كيتمتعش بالسلطة القانونية باش يستجب لهذا النوع من القضايا، أو يستجب الشاهد أو المشتبه به أو يجمع الأدلة أو يلقي القبض على الجاني أو الجنى. وكنتيجة لهذا كيبقى الاختصاص على عاتق الجهات المكلفة بإنفاذ القانون اللي تدخلات، واللي هي كيف سبق وذكرت الشرطة أو الدرك، وهي نفس الجهة اللي كتبقى عليها مسؤولية العناية بهذا النوع من الضحايا، وكذلك كتبقى مسؤولة أيضا بالالتزام بالإشراف على التحقيق الجنائي اللي بداوه الموظفين ديالها. وهذه الجهة أو الناس ديالها إلى ما وفروش الرعاية وما عطاوش الانتباه والاهتمام لهذا النوع من الجرائم، فهذا كيبين على أنهم ماشي في المستوى ديال المهمة اللي تكلفوا بها. المسؤوليات الأساسية. من بين المسؤوليات الأساسية اللي كيتحملها محقق الجرائم الجنسية في الوقت اللي كيستجب الشكاية اللي تعرضت عليه، كتمثل في أنه يعرف أشنو وقع بالضبط، يتأكد بأن الأمر بالفعل كيتعلق بجريمة أو لا، يحدد الجاني أو الجونات ويلقي القبض عليهم. بالنسبة للمحققين ما خصهمش يكتفيوا في البحث ديالهم فقط بالأقوال ديال الضحية، وما خصهمش يفترضوا بأن الجريمة بالفعل وقعت، حتى يتأكدوا من الحقائق اللي عرضتها عليهم الضحية. من بعد كيتعين عليهم يلقيوا القبض على الشخص اللي تأكدوا منه على أنه خالف القانون. إذن من المهام ديال الشرطة هي التحقيق، إلا أن هذه المهمة ما يمكنش ندمجوها بكل سهولة مع تقديم الدعم العاطفي اللي كتحتاجه الضحية، لأنه من المفروض أن المحقق كيحاول ما أمكن ما يظلمش أي شخص تم الاتهام دياله بشكل خاطئ. بالإضافة لهذا، وبسبب الافتخار المهني للمحقق الجنائي، كنلقاوه كيدير أكثر من جهده باش يتجنب الظهور بأنه ساذج من خلال السقوط أو الانسجام ديالو مع أقوال الضحية اللي هي مغلوطة. كما أنه في عدد من القضايا كيقوم المحقق بجهود كبيرة في التحقيقات بخصوص الجرائم الجنسية، إلا أنه في الأخير كيصطدم بعائق اللي كيتمثل في الرفض ديال الضحية لتوجيه أي اتهام لأي شخص، وهذا هو اللي كيخلق واحد النوع من خيبة الأمال أو الغضب، لأنه دار أكثر من جهده وفي الآخر كيحس بأن العمل ديالو تحطم قدامه. وهذه المسؤوليات كيبقى من الأفضل نحققوها من خلال إجراء تحقيق شامل ودقيق، وهنا كنقصد بالتحقيق الشامل والدقيق مراجعة مفصلة لأقوال الضحية والفحص الدقيق لأقوال الشهود والمشتبه بهم وتجميع وفحص الأدلة المادية. هذه الخطوات كلها كنقوم بها قبل ما نتخذ أي قرار نهائي حول الجريمة، واش بالفعل ارتكبت ولا لا، واش عندنا شي سبب معقول اللي كيخلينا نلقيو القبض على أي مشتبه بهم. في بعض الحالات كيتم تنفيذ هذه المسؤوليات بشكل عكسي، وهذا على طريق إلقاء القبض على المشتبه بهم في المراحل الأولى من التحقيق، ثم القيام بإجراء التحقيقات من بعد.
وهذه الطريقة إذا وقعت بالفعل فكتعتبر واحد الحاجة اللي تقدر تؤدي إما لخلق نوع من التحيز أو غياب المجتمع بهم أو غياب الأدلة، وهذا هو اللي كيخلي النتائج ديال التحقيق تبقى مشكوك فيها، وخصوصا ديك اللي كتشير للشخص اللي تم الإيقاع القبض عليه أولا على أنه هو المشتبه به الرئيسي. المحققين الجنائيين كيكون على العاتق ديالهم واجب الامتناع على الاستثمار في المشتبه بهم لدرجة أنهم يفكروا في الاعتقال ديالهم قبل ما يجريوا أي تحقيق اللي هو كافي ومقنع. الاكتفاء بالتحقيق السطحي في أي قضية جنائية والتأكد بأن النتيجة اللي توصلنا لها في التحقيقات ديالنا هي النتيجة النهائية والطبيعية للعمليات اللي قمنا بها غادي يؤديو بنا لإجهاض العدالة، يعني أننا غادي نكونوا فاشلين في تقديم الأشخاص المذنبين الحقيقيين أمام العدالة، كما أننا غادي نساعدوا أو نبنيو محاكمة ناجحة للوقائع اللي هي أصلا بريء من هذاك الشخص اللي صنعنا منه أو خلقنا منه متهم. واجبات ومهام التحقيق. على الرغم من مواقف أو آراء أو تصرفات البعض، فهدف المحققين ماشي هو يلقاو أسباب أو وسائل باش يساليو من القضايا ديالهم في أقصر مدة ويتكلفوا بقضية أخرى من القضايا اللي كتعرض على المصالح اللي كينتميو ليها قبل ما تسالي فترات المناوبة أو الجولة ديالهم بالنقاط اللي هي محددة لهم. كل تحقيق كيتعين وكيستحق يتم التعامل معه بنوع من الاحترافية وتعطاه نوع خاص من الاهتمام قبل ما يتخذ بالخصوص ديالو أي قرار نهائي. فجميع القضايا اللي كتعرض على المحققين ما غاديش تخضع للتحقيق اللي كتم التسمية ديالو بتحقيق كاديلاك، يعني أن كل شيء داز مزيان وبالطريقة المثلى، لأن في حال هذه الحالات من المحتمل وبشكل كبير أننا نفوت على نفوسنا أشياء كثيرة، كما أننا نقدروا نرتكبوا بنسبة كبيرة عدد من الأخطاء. لهذا فكل قضية كيتوجب باش نخضعوها لأساسيات التحقيق، كما أنه كيلزمنا نصلح أي خطأ إلى لحظة التواجد ديالو. فهاد الحلقة إن شاء الله تعالى وكيف ما وعدتكم أعزائي عزيزاتي متتبعي قناة أجين في المواضح، غادي نقدموا بعض الواجبات الأساسية اللي كيتوجب على المحققين في الجرائم الجنسية يقوموا بها في الوقت اللي كيجريوا التحقيقات ديالهم. كيتعين القيام بالتحقيق بكل دقة وعناية، لأن هذا غادي ينعكس على النتائج اللي غادي نتوصلوا لها فيما بعد. لهذا غادي نحدد 10 ديال النقاط اللي خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار في المهمة ديالنا كمحققين جنائيين في هذا المجال. نديروا في بالنا بأن القضية غادي تعرض على المحكمة. بخصوص هذه النقطة كيتعين على المحققين في الجرائم الجنسية يفكروا ويكونوا مستعدين أنه ربما غادي يتم استدعائهم للمحكمة باش يدليوا بعض التفاصيل اللي ربما كتبقى غامضة عندها، كما أنه كيتعين عليهم ياخذوا بعين الاعتبار بأن القضية ديالهم أو المعلومات أو البيانات اللي فيها غادي يتم الفحص ديالها من طرف النيابة العامة، القضاة، المحامين، الأطباء الشرعيين أو أي جهة مخول لها قانونا باش تطالع عليها. وهذا كيعني بأن المحقق إما غادي يتعرف بالمهنية العالية أو يقدر يكون موضوع مساءلة من أي نوع إلى تبين على أنه ارتكب أو تعمد أخطاء مهنية. مقابلة الموظف اللي قدم التقرير الأولي كيتوجب على المحقق باش يحصل على المعلومات المفصلة بخصوص القضية من الموظف اللي تلقى الشكاية هو الأول، يعني الموظف اللي ربط الاتصال أول مرة بالضحية. خلال هذه المقابلة كيتعين على المحقق يعرف اسم وعنوان والمعلومات الأساسية الخاصين بالضحية، وفي الحالة اللي كيكون المشتبه به معروف كيتوجب باش يحصل المحقق على أوصاف مادية أو جسمية مفصلة، كما كيتعين باش يحصل المحقق على جميع تفاصيل أقوال الضحية اللي دلت بها الموظف الأول خلال أول اتصال له بها، والأقوال خاصها تكون كيف ما جات على لسان الضحية ماشي ترجمة من عند الموظف، كما كيتعين على المحقق باش يتعرف على التدابير أو الإجراءات اللي تم القيام بها من طرف الموظف الأول قبل ما يحضر المحقق الجنائي لعين المكان، وكذلك أشنو هي الخطوات اللي تم القيام بها، وهذا باش ما يتمش القيام من جديد بنفس الخطوات أو التدابير الأولى. تأكد من تأمين مسرح الجريمة. تحديد عدد أو أنواع مسارح الجريمة من المسؤوليات اللي كيتحملها المحقق الجنائي،
وهذا باش يتمكن الطبيب الشرعي من الوصول بكل سهولة لأي مكان ويقوم بالمهام ديالو فيه. بالمناسبة، إلى ما سبق لك وشفتي الحلقة اللي تمت مناقشة مسرح الجريمة والأدلة المادية والدور ديالها في حل لغز الجريمة، ففي هذه اللحظة غادي يظهر لك الرابط على الشاشة، ما عليك إلا الضغط عليه وتطلع على الحلقة بالتفصيل. توجه المكان اللي كتوجد فيه الضحية. بالنسبة للمقابلة الأولية مع الضحية، ما كيتعينش تكون مفصلة بشكل كبير، ففي البداية المحقق كيحتاج فقط لبعض المعلومات اللي كتشير لعناصر الجريمة ويحدد أي أدلة اللي هي أساسية ويتعرف على المشتبه فيهم والشهود. فكيف ما سبق الذكر ديالو، كيتوجب على المحقق يحاول يكتشف أي تفصيل اللي يقدر يساعده في معالجة أو في التعامل مع مسرح الجريمة. اعتمادا على التوقيت اللي تشار فيه المحقق، فالمقابلة الأولية تقدر توقع في مسرح الجريمة أو في المستشفى أو في مكان إقامة الضحية أو مكان إقامة صديق أو قريب لها. المقابلة اللي كتكون مفصلة وأكثر شمولية يمكن تجرى من بعد، لكن في مكان اللي كيكون مناسب للضحية، لأنه من الأفضل تجرى في أي مكان باستثناء المكان اللي تعرضت فيه الضحية للاعتداء، وهذا باش نمنعوا أي اضطراب أو صدمات عاطفية اللي تقدر تدمر الأدلة أو تغيرها. كما أنه كيكون من الأفضل عدم التسرع في معالجة مسرح الجريمة حتى تتم مقابلة الضحية، وبهكا المحقق غادي يزود فرقة مسرح الجريمة بالمعلومات والبيانات اللي حصلوا عليها باش ما يوقعش أي فقدان لأي دليل محتمل من أي مكان. من بين المعلومات الضرورية اللي كتخلينا نعالجوا مسرح الجريمة بكل فعالية ونتمكنوا من حجز أي حاجة تقدر تكون عندها قيمة بالنسبة للتحقيق ديالنا من أول مرة، كنلقاو على سبيل المثال الموقع بالتدقيق ديال الاعتداء اللي كتصرح به الضحية، على سبيل المثال الفراش، الفوتوي، حمام، مطبخ، خزانة، ممر أو أي مكان محدد في الشارع العام. ظروف الاعتداء اللي صرحت به الضحية، على سبيل المثال مسار الضحية خلال تعرضها للاعتداء، واش كانت راجعة من المدرسة تجاه المسكن ديالها، واش كانت كتلعب أو كتجري في شي مكان عمومي، واش كانت الشقة ديالها. وقت وقوع الاعتداء، هذا غادي يساعد المحقق في الوقت اللي كيستطلع آراء الجيران والعمال اللي يقدروا يكونوا قراب أو بجنبات المكان اللي تعرضت فيه الضحية للاعتداء. إصابة الضحايا، كيتعين على عناصر فرقة مسرح الجريمة باش يصوروا جميع الإصابات اللي كتحملها الضحية، وهنا ما خصهمش يفرقوا بين الإصابات اللي كيتوجب عليهم يصوروها، فكل إصابة تقدر تكون كتضمن تفصيل اللي غادي تبان الأهمية ديالو من بعد. وفي الحالة اللي كيرفضوا هاد العناصر يصوروا أي إصابة اللي ربما كتبان لهم بأنها ما عندهاش أي قيمة، فهنا كيتعين على المحقق ياخذ صورة بنفسه ويضمها للملف ديال القضية. العناصر أو الوسائل اللي من المحتمل أنه تم الاستعمال ديالها في الاعتداء على الضحية من طرف الجاني أو الجنات، على سبيل المثال الأسلحة، كيف ما كان النوع ديالها، الأربطة، المواد الجنسية إلى آخره. الأشياء أو الأماكن اللي لمسها الجاني، على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر، الحقائب، أجهزة التلفزيون والهواتف والحمامات، كلها خاصة تخضع لفحص دقيق باش يمكن نعثروا على أدلة اللي كنقوموا بالحجز ديالها باش نأكدوا الأقوال ديال الضحية، وهي نفس الأشياء اللي غادي تساعدنا في تحديد هوية الجاني إلى اقتضى الحال. الموقع المحتمل للسوائل ديال الجسم، على سبيل المثال الدم، السائل المنوي، اللعاب والفضلات، النقطة اللي دخل أو خرج الجاني منها من مكان الحادث إلى تم العثور عليها. وصف تفصيلي المشتبه به، وهذا كيشمل الخصائص أو المميزات الجسدية المشبوهة والملابس والروائح اللي كتنبعث من الجاني، بحال روائح الكحول أو دخان السجائر أو العطور أو أي رائحة كيف المكان النوع ديالها. هذه المعلومات كيتم تعميمها في الحيين على جميع الدوريات اللي كتعمل بالحي أو بالمدينة ككل. هذه المعلومات كلها كيتعين نقل ديالها العناصر فرقة مسرح الجريمة باش يكونوا على علم بها خلال أبحاثهم وعمليات تفحصهم للأدلة المادية اللي عندها علاقة بالاعتداء.
من المحتمل باش المحقق يقدر يتوجه للمستشفى أو أي مصلحة طبية تم توجيه الضحية لها باش تخضع للبروتوكولات الفحص الطبي. في هذه الحالات كيتوجب على المحقق ينتهز الفرصة ويتشاور مع الطاقم الطبي اللي فحص الضحية ويتأكد من نتائج جميع الفحوصات اللي خضعت لها. توجه المسرح الجريمة، مقابلة أي شاهد والعناصر الأمنية اللي حضروا أول مرة لأي المكان، وهذا كيعني بأن العناصر الأمنية اللي استجبات راها وفات بالالتزامات ديالها وحافظت على مسرح الجريمة واحتفظت بالشهود في مكان الحادث. في جميع الحالات ما غاديش يكون أي عذر عند محقق باش ما يحضرش لأي مكان، سواء تم تأميل المكان أو لا. كما أن المحقق كيقوم بإجراء مقابلة مع جميع الأشخاص اللي هما حاضرين، وكيلاحظ ظروف الإضاءة وموقع أي نشاط اللي يقدر يكون عرفه مسرح الجريمة خلال ارتكاب الاعتداء الجنسي، وكذلك كيتعين عليه يلاحظ مواقع أي أدلة عندها علاقة بالجريمة. وفي نفس الوقت أيضا كيقوم المحقق بالبحث على شهود إضافيين أو كاميرات المراقبة اللي تقدر تكون منصبة بعين المكان أو بالجنبات ديالو. كما أنه من بعد ما كيتعرف على أول شخص بلغ على الاعتداء كيقوم بإجراء المقابلة ديالو. بالمناسبة إلى ما سبق ليك وشفتي الحلقة اللي كتعلق بالمقابلة والاستجواب، ففي هذه اللحظة غادي يظهر لك الرابط بأعلى الشاشة، ما عليك إلا الضغط عليه وتطالع الحلقة بالتفصيل. تأمين أو استصدار أوامر التفتيش. المحقق الجنائي كيكون مسؤول على ضمان الحصول على جميع الأدلة اللي من المحتمل تكون عندها علاقة بالجريمة الجنسية، وهذا كيعني بأنه كيتوجب عليه يعمل على تأمين أو استصدار أوامر التفتيش قبل ما يبدأ التعامل أو معالجة مسرح الجريمة إلى دعت الضرورة. في هذه المرحلة كيكون المحقق الجنائي هو اللي عنده الصورة الواضحة والكاملة بخصوص الجريمة والظروف ديالها وتفاصيل الاعتداء والجهات اللي متورطة فيها والأدلة اللي تم العثور عليها أو التخلي عليها بمكان الحادث من طرف الزاني أو الجنات. كما أنه هو الشخص الوحيد اللي كيتحمل مسؤولية التأكد من أن الأدلة اللي عندها علاقة بالقضية مأمنة بشكل صحيح، وبأن الحراسة ديال أي قطعة منها كيتم اتباعها بشكل مناسب. وكيكون أيضا مسؤول في نهاية المطاف على ضمان وتأمين تقديم الأدلة من اللحظة ديال العثور عليها حتى الوقت تسليمها للمختبر باش يتم الفحص والمراجعة ديالها وشرح الاختبارات اللي خاصة تجرى عليها. الاحتفاظ بسجل الأدلة. الاحتفاظ بجميع القرائن مسؤولية من بين المسؤوليات اللي كتكون على عاتق المحقق بخصوص الجرائم الجنسية، وهذا السجل كيتضمن تفاصيل جميع المقابلات اللي جراها ومراجعة كل دليل تم الفحص دياله وكل دليل تسلمه وكل دليل تم التطوير أو الاستغلال دياله. كما أنه أيضا في هذا السجل كيتم تسجيل أي تحديث لأي معلومة حصل عليها المحقق وتم التحقق منها، ومن جهة أخرى كتوجب متابعة أي إشعار أو رأي انتج عن المعلومات اللي هي مدونة به. ضمان أو التأكد من استخدام الإجراءات المناسبة لتحديد الهوية. من اللي كيبان عندنا مشتبه به مثالي غادي يتحمل المحقق كل مسؤولية على أي مخالفات أو انتهاكات أو تقصير يمكن يتم تحديدهم أو العثور عليهم في الجهود اللي قام بها في تحديد الهوية ديال المعني. تدوين ملاحظات دقيقة ومقروءة خلال التحقيق. تدوين الملاحظات كتبقى عملية اللي كتجسد أساس التحقيق الجيد، لهذا كيتوجب تكون هذه الملاحظات دقيقة ومفصلة وشاملة ومرتبة زمانيا. وعملية تدوين الملاحظات كتساعد في تنسيق التحقيق وكتخليه غادي في المسار الصحيح ديالو. كما أن هذه العملية أيضا كتساعد في إنعاش الذاكرة وكتساعد أيضا في تنظيم القضية باش يتم العرض ديالها على المحكمة من بعد. إبقاء الضحية على اطلاع بتفاصيل القضية. مسؤولية الحفاظ على علاقة مهنية بالضحية والحفاظ على هذه العلاقة من بداية القضية حتى لنهاية التحقيق فيها كتبقى ديال المحقق الجنائي، لهذا كيتوجب عليه باش يجاوب على أسئلة واستفسارات الضحية في الوقت المناسب
ويخليها على اطلاع فيما يتعلق بأي تطور كيهم القضية، ويتأكد أيضا بأنه فاهم أشنو هو المطلوب منه في أوقات مختلفة. إذا على العموم، وكيف سبق وذكرت، فالمسؤولية الأساسية للمحقق هي إجراء تحقيق شامل وجاد، وباش يقوم بهذه المهمة بشكل صحيح كيتوجب على المحقق يعرف الكثير وقدر المستطاع الجرائم اللي تم تكليفه بالتحقيق فيها. كخلاصة عامة، كيتوجب على المحقق الجنائي بصفة عامة يعمل بجهد كبير باش يصبح خبير في هذا المجال اللي تم تكليفه بالتحقيق فيه، سواء كان كيعمل في فرقة الجرائم الجنسية أو فرقة جرائم القتل أو فرقة الجرائم الاقتصادية أو الجرائم العامة، لأن الضحية كيف ما كانت كتستحق تحصل على أفضل جهد تحقيقي يمكن للمحقق أو الجهة اللي كيعمل فيها تقدمه لها. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو، أعزائي عزيزاتي متتبعي قناة أجنت ومصح، غادي نكتفيو بهذا القدر على أمل إن شاء الله تعالى نتلاقاو معكم من جديد بحول الله وقوته. عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجنت ومصح، إلى هذه الحلقة شفتيها أو ضمنتيها باللي حملات بعض المعلومات القانونية، فكنتمنى تعمل على نشرها ومشاركتها مع الأصدقاء والأحباب ديالك، ساعدونا في تحقيق الحلم الوحيد ديالنا في القناة اللي هو نصف المعلومة الجنائية والقانونية لكل شخص وفي أي مكان في العالم كيتواجد فيه. وكما هو الحال دائما، كنخبرك عزيزتي عزيزي متتبع قناة أجنت مواصح بلي هاد القناة بلا تشجيعات منك ما غاديش تحرك أي خطوة للأمام، لهذا كنلتمس منك أيضا التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالك وتشاركنا الأفكار ديالك عليها. وحتى نتلاقاو في فيديو آخر ومعلومات أخرى في القناة ديالك، غادي نقول كل واحد منكم أجنت مواصح. سلام.